اسم المنطقة؟ هذه حي نابلس. شنو معاناتكم انتم؟ والله معاناتنا هالشوفت عينك هاي الوساخة، عندنا هاي المدرسة الساعة بيها دوام، ها؟ وسياجات مفلشة فد مرة، رحلات ما عندنا، وضعيتنا تعبانة حيل يرثى لها. يعني ايش اقول لك؟ ولحد الآن لا جانا مسؤول يجون يصوروني هنا بالمدرسة ويصورون المكان بس سجل حضور ويطلع قبل. يعني ما يصير هالشيء. ماي كهرباء وصلتم؟ والله كهرباء ماكو فد مرة، بس ماي لا والله موجود. المي مو ولا الوطني لحد الآن البواري عندنا مقرمة كلها مشلعة. البواري مال كهرباء. مواد غذائية استلمتوا؟ والله مواد غذائية أنا أحكي لك عن نفسي أنا، من تحررت لحد الآن استلمت وجبة واحدة بس شكر وزيت. ها؟ والله شنو التصريح الأمني مالك مدري إيش؟ ها وأنا قدامك أنا حارس هاي المدرسة، ها؟ التصريح مالي من 1/5 أنا رافع التصريح الأمني لحد الآن ما طلع اسمي. يعني هاي الأنقاض الأوساخ بلدية ماكو أبداً ما جت البلدية، إذا تجي تجي على الشارع العام. يعني بالنسبة للبطاقة التموينية مو كاملة. يعني طحين ماكو. الطلاب يعانون مدارس يعني وضعية تعبانة. كهرب ماكو. بس شنو الكهرب انتم معتمدين على المولدات؟ بس مولدات نعم. بيش الامبير انتم؟ امبير 9000 دينار. من ياسع لياسع؟ من الساعة 1 الظهر لل 12 بالليل. امبير 9؟ اي نعم. شو تطالبون من الحكومة؟ والله طالب احنا كل شيء نقص كل الخدمات نقص. ما المنطقة اللي احنا فيها؟ منطقة حي نابلس. شنو معاناتكم؟ والله المعاناة أول شيء للكهرباء. ما كهرب هنا الوطني ما تدري عن المولد والايجار غالي فاللي ما عنده من يجيب يعني والشغله الثانيه عندنا تنقصنا الخدمات هاي النفايات يعني لو تدير الكاميرا على النفايات هاي اشوف الاوساخ هاي الناس تتاذى منها حال يعني والثاني شغله المدرسه هاي يعني مدرسه الاطفال وبدايه موسم دراسه جديد يعني الاطفال اللي تهجروا وراحوا عليهم الدراسات اللي راحت السنين الماضيه وين راح يروحون؟ ولا التحقوا بدراسه مالهم؟ والله هي قضيه النفايات الموجوده والكهرباء الوطني بعد ما وصلت وهذه المدرسه طبعا عليها رجم حديد وشقق وحي نابلس كلها طبعا فحي صار عليها زخم فعلى الاقل يعني لو مثلا يبنوها كذا حتى اقل يصير مجال للدراسه. اسم المدرسه؟ مدرسه هذه زمزم وهيش القرطبي طبعا صار عليها زخم حيل يعني فاذا امكن يعني ممكن يصير يبنوها على الاقل يعني والله الامر يمشي يعني. شو تطالبون والله نطالب هاي قضيه البلديه هاي الكابسات يمكن صار لها فوق الشهرين مو ابو محاسن ما حجة فهم يوعدونا حضروا النفايات مالكم واحنا راح نشيلها واحنا طبعا نحضر ونخليها يصير عندنا اكداس داخل البيت وما حد يجي فاحنا نضطر عاد اما نشعلها طبعا تيادي راح يصدر عنها دخان وامراض الى اخره فنريد بس يعني اقل البلديه يجون يعني ولو بالاسبوع مره هم ما يخالف.